السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم حليوات بنفس بباط وحده. غنقدروا غنديروا جوج كيلات. صراحه هي كتخرج بزاف ديال الكونتيتي. المهم انا غندير بها غير جوج كيلات. صراحه لذيذه بزاف وزوينه وسهله، ويلا هو معايا نشوفوا المقادير ونشوفوا الطريقه. انا متاكده غادي تعجبكم بزاف. عندي هنايا 6 البيضات، عندي 2 كيسان الزيت، 200 غرام ديال الزبده على درجه حراره المطبخ، عندي 2 كيسان ديال السكر سنيده وفاني والدقيق اللي كيخلط. انا تقريبا احتاجيت الكيلو ديال الفورس او الدقيق الابيض. صافي غادي نخدم لاباط ديالي. كي كيتخدم اي صابلي او اي حلوه غتكون الزبده على درجه حراره المطبخ، غادي نضيف فوقها البيض وغادي نخدمها مزيان، ومن بعد غادي نضيف السكر سنيده وغادي نضيف الزيت وغادي نخدم هاد المكونات مزيان مزيان، ومن بعد وغنضيف لافاني، ومن بعد غادي نضيف الدقيق بشويه بشويه حتى تكون عندي بات اصابلي. المهم هي بات زوينه اللي ساهله في التحضير الصراحه، وسهله في الخدمه. كتكون ما قاصحه ما رطبه، المهم كتكون بحال لاباط ديال الصابلي وصافي. صافي من بعد منين غادي نعجنها هكا كما كتشوفوا معايا، غادي نضيف ليها الدقيق ونسالي، غادي نديرها في بلاستيك غذائي. نقدر نديرها نحتفظ بها في الثلاجه حتى نبغي نخدم بها، نقدر نخدم بها في نفس زعما الوقت. انا خدمت بها في نفس اللحظه، ما احتفظتش بها في الثلاجه ولا شي حاجه، مي انا عطيتكم زعما اقتراح الا بغيتي زعما تخدميها دابا وتمشي تتقدي شي شغل عاد ترجعي تخدميها، معليش ما كيطرى ليها حتى شي حاجه. صافي من بعد غادي نقسمها على جوج، وحده غادي نخليها فاني وحده مهم غتقدري تنسميها باش ما بغيتي. غتقدري تخلي النص بلافاني والنص الا عندك شي اغوم ديال الكراميل ولا اغوم ديال القهوه ولا اي نس ما بغيتي، وتقدري تخليها بجوجهم في لافاني. غادي نخليكم مع تحضير العجين وغادي نرجعوا من بعد في التحضير ديال لي بول ديال الحلوه. صافي ها لاباط ديالي وجدات كما قلت لكم، قسمتها على جوج قسمتها على جوج. النص خليته بلافاني والنص درت فيه اغوم ديال الكراميل ديال القهوه. اسمحوا لي. صافي درت فيها النص اللي درت خليته بلافاني، درت فيه لوزه مقليه من الداخل يجي بحال غفايلو اللي غادي نديرو في نيسلي، وغادي غنديرو بالكوك. والنص الاخر اللي درت فيه لاغوم ديال القهوه ديال الكافي غادي نديرو في الشوكولات، وغادي نديرو في الكوفريت مطحون تونيك او اي نوع ديال الباستا اللي متوفر عندك ديال الشوكولات. صافي غادي نكمل لاطا ديالي، غادي ندخلها الفران على درجه الحراره 180، ومن بعد منين غادي توجد غادي نخليها تبرد طبعا، عاد غادي ندخل ندير لها نيسلي والكوك. كتجي لذيذه بزاف وهشيشه وغزاله، كتجي واحد البنه رائعه. خليكم مع تتمه الفيديو.
استعملت هذا النوع ديال الكوفريت لان الا كان عندكم توفر تونيك، طبعا كتخدمي بتونيك، هي في الاصل كتخدمي بتونيك او اي نوع ديال الكوفريت زوين هكا لذيذ. هذا خليته في الساشي ديالو، فرتتو، ما احتاجيتش نطحنه كما انك تقدري تطحنيه في الطحانه عادي. صافي تفرتت ليا بسهوله. غادي ندوب الشوكولاط وغادي نخدم حتى هو، غادي نديرو في الشوكولاط بحال الطريقه اللي درت للنسلي. غادي نتبعها حتى هنايا، غنخلي الحلوه تتبرد وغادي ندير في الشوكولا وغنديرو في الكوفريت. كيجي لذيذ بزاف حتى هو، كيجي واحد المذاق لذيذ وحتى المنظر كيجي زوين. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. نهار جديد، بالسلامة عليكم.